السلام عليكم تلاميذنا الأعزاء، وياكم ست سراء من المدرسة العراقية الألمانية في درس التربية الإسلامية. درسنا لهذا اليوم في الدرس الثاني صفات الأنبياء عليهم السلام والحكمة من أرسالهم. يتصف الأنبياء بالصدق والأمانة والحكمة والذكاء والشجاعة والصبر ومكارم الأخلاق، فهم محصومون لا يحصون الله في شيء، وأفضلهم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، وبه نقتدي ومنه نتعلم. هنا يجيك كسؤال: ما هي صفات الأنبياء أو بماذا يتصف الأنبياء؟ الجواب هو الصدق، الأمانة، ذكاء، شجاعة، صبر وغيرها من مكارم الأخلاق. وهؤلاء الأنبياء هم محصومون. شنو محصومون؟ أي إنهم لا يرتكبون الأخطاء، لا يحصون الله في كل شيء. أفضلهم منه هو رسولنا وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد، لماذا أرسل الله الأنبياء عليه السلام؟ شنو الحكمة من أرسال الله لنا الأنبياء والرسل؟ شنو الغاية؟ أولا، أرسل الله الأنبياء إلى الناس ليهدوهم إلى عبادة الله الذي خلقهم، أي إن الأنبياء هم الذين عرفوا الإنسان بخالقه ووجوب عبادته وطاعته، وأنه واحد لا شريك له، وأن الأشياء التي يعبدها بعض الناس من دون الله هي خرافات وهي باطلة. هنا يبين الحكمة الأول أو السبب الأول أو الغاية من أرسال الأنبياء والرسل. هو الهدف شنو الأول؟ هو هداية الناس إلى عبادة الله. الأنبياء عرفوا الناس بأن الله هو اللي خلقهم، هو اللي يستحق الطاعة والعبادة، والله واحد لا شريك له. لأن كانوا الناس في الأزمان السابقة يعبدون الأصنام، يعبدون الحجارة، وبالتالي الأنبياء عرفوهم أنه من اللي يستحق العبادة، وعبادتهم اللي كانت الأصنام والأوثان هي خاطئة وباطلة. النقطة الثانية أنه أرسل الله الأنبياء لماذا؟ لتعليم الناس مكارم الأخلاق. شنو مكارم الأخلاق؟ مثل إيش؟ يعلمون الناس الصدق، يعلمونهم الأمانة، يعلمونهم التعاون، الصبر وغيرها، ويبينوا للناس الحلال من الحرام، الطريق الصح من الخطأ. كذلك الحرام مثل إيش؟ مثل الكذب، سرقة، ظلم وغيرها. وليعلموا الناس النظام الصالح للحياة ومكارم الأخلاق اللي ذكرناها كصدق وأمانة وصبر وغيرها، وحقوق الإنسان، ويزيلوا الخلاف بين الناس ويوحدوهم. بعد، أنه الأنبياء عليهم السلام حاربوا الطواغيت، الحكام الظالمين. دائما نشوف أنه الأنبياء والرسل يكونون من جانب المستضعفين، من جانب الفقراء، ودائما ينصرونهم ويحررونهم من الطواغيت والحكام. رابعا، أرسل الله الأنبياء لكي لا يحتج الناس على الله يوم الحساب في عالم الآخرة بأنهم لا يعرفون الله ولا يعرفون الدين. شنو معناته؟ إن الله سبحانه وتعالى ليش أرسلنا الأنبياء؟ هذا النقطة جدا مهمة، حتى الناس يوم القيامة من الله رح يحاسبهم على أعمالهم اللي عملوها بالدنيا. ما رح يقولون لله سبحانه وتعالى: أنت ما دزيت لنا رسول أو دزيت لنا نبي وعلمتنا وعرفونا على الطريق الصح من الخطأ، عرفونا من الحلال من الحرام. لكن الله بهذه الحالة من أرسل لنا أنبياء ورسل حتى يتم حجته على الناس، من يحاسبهم يوم القيامة ويحاسبهم على الحلال والحرام اللي اقترفوا. ما راح الناس يقولوا له: أنت ما أرسلتنا إن أنبياء أو رسل. بالتالي فما راح أقرب لكم المثال إشلون. فمثلا أنا إذا مثلا أعطيكم، أجيكم يوم مفاجئ اليوم، أعطيكم امتحان، هاي المادة لا أنا شارحتها لكم ولا عندكم علم سابق بيها، فبالتالي من راح أخليكم درجات ضعيفة أو أعطيكم درجة رسوب. ما من حقي أن أعطيكم درجة ضعيفة، ما من حقي أن أرسبكم. ليش؟ لأن أنا ما شرحتكم الدرس، ما عندكم أي معلومة على الدرس. نفس الحالة الله سبحانه وتعالى من رسلنا أنبياء ودزلنا رسل حتى الناس ما تحتج العفو على الله سبحانه وتعالى وتقول له: أنت ما دزيتنا وما نعرف الطريق الصح من الخطأ. فإرسال الأنبياء حتى الناس لا تحتج على الله يوم الحساب أو يوم القيامة، وأنهم ما يعرفون الله ولا يعرفون الدين ولا يعرفون الحلال والحرام. لذلك أن الله أرسل لنا الأنبياء حتى يعرفون بالله، يبلغون أوامره، يبلغون نواهي، يحذرون من عذاب الآخرة، يبشرون الجنة وهكذا. فإن شاء الله درس واضح أنه صار إن صفات الأنبياء بمن يتصفون هو الصدق، الأمانة، الحكمة، والذكاء والشجاعة وغيرها من مكارم الأخلاق. الأنبياء محصومون من الأخطاء،
أي إنه لا يرتكبون أي خطأ ولا يعصون الله. بعدها الموضوع الثاني أو الشق الثاني إنه لماذا أرسل الله الأنبياء، شنو الحكمة؟ ذكرناها إنه يهدون الناس إلى عبادة الله، يعلمون مكارم الأخلاق، يبينون الحلال من الحرام، وكذلك دائما يكونون في نصرة المستضعفين والفقراء، وكي لا يحتج الناس على الله يوم القيامة بأنهم لا يعرفون الله ولا يعرفون الحلال والحرام. هذا كل ما يخص الدرس لهذا اليوم. نلتقي في الأسبوع القادم. دمتم في حفظ الله ورعايته.